هيبقى ان شاء الله اول تجربه اللي هي اليانج اكسبيرينت. هنجيب الليزر، هنجيب السكرين، هنجيب الدبل سليت، هنجيب الكاير. عندنا الدبل سليت مظبوطه على الايه، والسليت ويتس بتاعتها تبقى 4%، والسليت سبيس 25%. هنعمل الليزر على نمبر، على رقم ايه، السكرين هتظهر عليه الهضم. عاوزين نحسب بقى ان شاء الله في التجربه دي، هنحسب باللمبة. اللمبة هتساوي ايه؟ اكس دي على دي. الاكس ديت اللي هي المسافه بين الهضب على عددهم ناقص واحد. وعندك الدي سمول اللي هي سليت ويت زائد سليت سبيس على 10 عشان نحسبها بالسنتي. وعندك الدي كابيتال اللي هي المسافه بين الدبل سليت والسكرين. فكده هنحسب اللمبة، اللمبة هتساوي اكس دي على دي. وعاوزين نحولها لانجستروم، هنضرب 10 اس 8.